طبعا ردود الافعال على المباراه وعلى اعتزاله كانت كتير جدا من امبارح لغايه اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي، اكيد كانت ابرزها نشر نجم كره القدم البرتغالي ولاعب يوفنتوس الايطالي كريستيانو رونالدو تهنئه لاسطوره الفنون القتاليه خبيب نور محمدوف بعد اعلانه اعتزاله. نشر رونالدو على حسابه على انستغرام صوره لاسطوره الفنون القتاليه وكتب تحتها: اقدم التهاني لك يا اخي، والدك فخور بك. طيب احنا معانا فيديو يعني يوصف لحضراتكم بشكل اكثر دقه تفاصيل اللي حصل ده، اتفضل. اوف كورس كبيب gonna win my brother ان شاء الله. شو الله بصلي على النبي. لك نجوم. سيب الراجل بقى، سيب كريستيانو في حاله قاعد في حظر عشان الكورونا ارحمه. لا ما انا خلاص انا عافيت عنه بعد ما عافيت عنه بعد ايه؟ بعد ما جبته ارض. لا معلش احنا نتمنى له السلامه ولكل مرضى العالم، بس ايه هو انت عارفه بقى اللي فيها، ما احنا اتكلمنا في القصه دي.